أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج حوار مشترك، تأتيكم هذه المرة من لندن. في هذه الحلقة سنناقش موضوع حكومة الوفاق وأيضا الدعم الدولي المقدم لها، وأيضا قضايا تتعلق بالدعم الداخلي لهذه الحكومة. هناك تباين في وجهات النظر حول دور هذه الحكومة في المرحلة المستقبلية. جمهورنا الحاضر معنا هنا أتى من عدة مدن في بريطانيا ليشارك بكل فعالية وإيجابية ويوجه أسئلته لضيوفي الحاضرين معي هنا، وأرحب بهم وأبدأ بأستاذة سناء المنصوري إعلامية ليبية، الدكتور جمعة القماطي رئيس حزب التغيير وعضو لجنة الحوار السياسي، الأستاذة الزهراء اللنقي باحثة في الشؤون السياسية والإسلامية ورئيس منبر المرأة الليبية من أجل السلام، الأستاذ غازي القبلاوي كاتب ومدون، الدكتورة لمياء بوسدرة عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي ووكيل وزارة الإعلام سابقا. جمهوري يرحبوا بضيوفنا الكرام. ونبدأ مع السؤال الأول، وسيدة نسرين، ما هي السياسات الداخلية اللازمة للتوافق الوطني الحقيقي؟ أستاذة زهراء، في وجهة نظرك كرئيسة لمنبر المرأة الليبية، لتحقيق التوافق يحتاج كثير من الجهد وكثير من التنازل والصبر الاستراتيجي. للأسف لا أستطيع أن أقول المشهد اليوم ينم عن توافق، مازال الوضع يبدو تسمى حكومة توافق، لكن لم نحصل على التوافق الوطني المطلوب لكي تخرج ليبيا من عنق الزجاجة. نعم، دكتور جمعة في نفس السؤال. السياسات الداخلية اللازمة لتحقيق المزيد من التوافق الوطني، نحن نتكلم هنا عن داخل ليبيا وعلى مستوى المجتمع الليبي، بالتأكيد نحتاج إلى المزيد من الحوار المجتمعي الأفقي الواسع على مستوى المدن والمناطق الليبية، نحتاج إلى المزيد والمزيد من المصالحات الوطنية، نحتاج إلى البدء في أسرع وقت في تحقيق العدالة الانتقالية، نحتاج أن نخرج من ثنائيات كانت كارثية في الخمس سنوات الماضية، ثنائيات قسمت ليبيا ما بين مدن ثائرة ومدن موالية، مدن منتصرة ومدن مهزومة، مناطق مؤيدة ومناطق غير مؤيدة، فجر وكرامة، كل هذه الثنائيات قسمت المجتمع الليبي. لا، هذا ليس هو الوضع الصحي والوضع الطبيعي، نحتاج أن نخرج من هذه لنفكر بمنطق ليبيا دولة واحدة، وطن واحد، شعب واحد، مجتمع واحد، ونحترم داخله كل التنوع العرقي. طيب والثقافي والاجتماعي. دعنا نستمع الأستاذة سناء، أعتقد في هذه النقطة. أنا أعتقد تغيير الأدوات والآليات، الشمول، الوفاق يجب أن يشمل الجميع وليس الأدوات الأساسية التي تسببت في خراب ليبيا. أعتقد أنا لست من مؤيدين استعمال نفس الأدوات، أنا من مؤيدة خطاب الشعب، خطاب الشارع، خطاب جميع المدن والناس المدنية التي لم تكن لها أي يد في ما حدث في ليبيا من مشاكل إنسانية وجرائم اقترفت في حق ليبيا. أستاذ غازي في نفس السؤال. أعتقد أن هناك يجب علينا أولا الاعتراف بالأخطاء التي ارتكبت خلال هذه الفترة الماضية. يعني هناك بعض المشاكل التي حدثت في ليبيا ليس لها علاقة بالمشهد الخارجي، ولكن المشهد الداخلي كان سبب أساسي في استمرار هذه المسألة. أعتقد أن يجب علينا جميعا أن نتحمل مسؤولية الوضع الآن الموجودين فيه، وكذلك أيضا التواصل مع الجميع، يعني ليس عدم قطع الصلة بين الآخرين أو وضع المزيد من ما سيجعلنا مختلفين، بالعكس هناك الكثير ما يجمعنا، وأعتقد أن علينا أن نستدرك ذلك. طيب أستاذ لمياء، هل هناك ما يجمعنا كثيرا أو كثير ما يجمعنا؟ بالتأكيد كثير ما يجمعنا، لكن أيضا كثير ما يفرقنا للأسف، والتركيز على الإيجابيات والمحاولة التغلب على السلبيات والسر. أعتقد الأخوة غطوا أغلب النقاط اللي ممكن تنقال في هذا المجال، اللي هي كل البين أن الجميع يتفق أنه ضروري من توسيع دائرة التوافق، العمل على استيعاب الجميع بكامل أطيافنا كليبيين. لا ينفع فقط أن نعترف أن نحن في تنوع، ولكن كيف نستطيع أن نبني أو نوجد برنامج مشترك لهذا التنوع؟ طيب هل التوافق يأتي، يعني نحن نعلم أن التوافق يأتي بالتنازلات، لكن هل التنازلات موجودة من الأطراف؟
كلمة تنازلات في حد ذاتها سلبية، يعني وكأن يعني تنازلات بما كلفظ نبتعد عنها أعتقد، وهي الفكرة أن إذا فعلا وجدت الإرادة الليبية لبناء دولتنا فضروري أن نحن نعترف بجميع الأطياف ونعمل سويا على إيجاد منبر أو إيجاد مساحة لمشاركة الجميع. نعم لدينا هناك في الخلف. تعقيبا على كلام الأستاذ جمع القماطي، قال نريد مزيدا من الحوار ومزيد من الوقت، ولكني أرى هنا أن مزيد من الوقت ومزيد من الحوار يعني خسارة للوطن، فساد مالي، انعدام الأمن، يعني العديد من الأشياء مترتبة. بل بالعكس نحن مفروض يعني نسرع في هذا الحوار، ويجب علينا طيب. لا ننسى هناك أن داعش الآن تتمدد في ليبيا. واضح النقطة. دعنا نسمع من الأستاذ جمعة لأن لديه رأي آخر. أنا لم أقصد المزيد من الوقت والحوار السياسي، أنا قصدت الحوار المجتمعي الأفقي بين المناطق، بين النخب، بين المثقفين، بين الشخصيات الاجتماعية البارزة، مدن تتزاور فيما بينها وتجلس في جلسات حوار همها الوحيد هو الوطن. هذا ما قصدت بالحوار الوطني المجتمعي الأفقي المعمق. طيب لدينا هنا في نفس النقطة أرجوك، يعني هل تقصد سيد جمعة أن لابد من الغطاء الاجتماعي القبلي الموجود في ليبيا للتقارب وجهات النظر؟ نحن اليوم نعاني من نسيج اجتماعي مفتت، نعاني من تهجير، من نازحين، من معتقلين، من العديد من الأمور. اليوم كما تعلم مجلس الدولة انعقد في طرابلس، وأول خطأ أقام فيه أنه هو اعتمد الإعلان الدستوري، وهذا خطأ وهو حق أصل لمجلس النواب. كيف سيحدث الوفاق ولا زالت الأخطاء تتكرر؟ طيب أولا تصحيح ما حدث اليوم، أن حوالي 90 عضو من أعضاء المؤتمر الوطني العام الذي إن اتفقت معه واختلفت معه إن اعتبرته منتهي أو غير منتهي، هؤلاء عقدوا جلسة، وهم أغلبية أعضاء المؤتمر، عقدوا جلسة نهائية ختامية أقروا فيها الاتفاق السياسي والتعديلات الدستورية كما اشترط ذلك في الاتفاق السياسي الذي وقع في الصخيرات. ثم انتهى المؤتمر الوطني اليوم قانونيا وشكليا بوفق هؤلاء الأعضاء، وسلموا الأمر للمجلس الأعلى للدولة وفق الاتفاق السياسي وبنوده الموقعة في الصخيرات. هذا ما تم اليوم. يعني أستاذة زهراء، هل لديك أي تعليق على ما قاله الأستاذ يعني جمعة؟ أنا خلينا الأصوات بدأت تظهر في يعني متباينة أن احنا ما زلنا مش متوافقين على التوافق، أو أن في ليبيا الآن مشهد التوافق. وأكبر دليل هو اللغط على المسألة الإجرائية التي حدثت هذه اليوم بالذات، قيام المؤتمر الوطني باعتماد الاتفاق السياسي وإجراء التعديل الدستوري. طبعا هو في المسودة الأخيرة اللي تم التوقيع عليها، حسب هذه المسودة تركت الموضوع غامض، وهو ما أسماه المبعوث السابق الغموض البناء. هذا الغموض البناء بعض منا ارتاء أنه سيرحل الكثير من المشاكل، ولذلك بدأت حديثي بأن نحتاج إلى تنازل، إلى شجاعة، إلى صبر استراتيجي. لا أعتقد أن الآن لموجود حكومة توافق وطني، والقضايا سنشهدها الأيام القادمة. لا أعتقد، لأن الإجراءات التي حدثت يعني ممكن حد فينا يوافق فيها، لكن الأطراف الأخرى مش هتوافق. السلام كما الزملاء أشاروا، أو الحوار الذي أدارته الأمم المتحدة، لم يكن سلام شامل لجميع الأطراف، ولذلك الأستاذ جمعة يتحدث عن الحاجة وأنا معه في هذا لمصالحات أفقية. نعم نحتاج لذلك، ولذلك التحدي كبير جدا. دعونا نستمع إلى سؤال آخر من السيد أحسين عبد الله. كيف يكون للمجتمع الدولي ودول الجوار، دول الجوار ليبيا، الدور الناجح والمؤثر لدعم حكومة الوفاق الوطني في ليبيا؟ السؤال الثاني، الشق الثاني، هو ما هو الحل الأمثل للمجتمع الدولي لدعم الليبيين لمحاربة تنظيم الدولة اللي نشوفه فيه يتمدد كل يوم في ليبيا؟ أستاذ غازي، إذا كان لديك إجابة على الجزء الأول من السؤال. يعني أعتقد بأن المشكلة الليبي هو مشكلة إقليمي وليس مشكلة محلي. أعتقد الكثير من الناس حتى داخل ليبيا يعتقدوا بأن المشكلة الليبي سبب الأساسي اقتتال داخلي. صحيح أن الأساس في ما حدث هو
فشل القيادات في داخل ليبيا، كثير من المشاكل التي تسببت فيها اللي هي الارث التاريخي الموجود منذ 42 عام في الديكتاتورية، ولكن ايضا هناك سبب اقليمي وهو الذي يستدعي ان نجب ان نتعامل مع هذا الموضوع ونشتغل معه. ليبيا في حد ذاته صحيح بلد كبير ولكن عدد السكان صغير، ثقل السياسي بسيط، ولكن ايضا في نفس الوقت يجب ان نستفيد من هذه المشاكل الان التي تتسبب بها عدم الاستقرار الليبي في ان نجعل من إمكانية التفاوض على وضع استراتيجي إقليمي في داخل المنطقة أفضل. يعني هناك الآن مثلا الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال يجد بأن عدم الاستقرار في ليبيا ليس مشكل داخلي ولكنه مشكل يسبب فيه مشاكل كثير في الاتحاد الأوروبي. نعم. وهو دي ما نراه الآن بوجود ضغط من قبل كثير من الدول الاتحاد الأوروبي في مجال في إطار تحقيق الاستقرار ب مغالبة التوافق. نعم استاذ غسان. دكتورة لمية، في نفس النقطة ومسألة دور يعني المجتمع الدولي ودور الجوار وتأثيرها بشكل إيجابي على دعم حكومة الوفاق. هذا السؤال جدا مهم، كما ذكر الأخوة أن في النهاية ليبيا ما هيش جزيرة، يعني بروحها نحن في النهاية جزء من المجتمع الدولي، رغم أن لفظ مجتمع دولي للأسف يستخدم خطأ وكأن كيان اسمها المجتمع الدولي، حقيقة ما عندناش حاجة اسمها مجتمع دولي، هم مجموعة من الدول مختلفة في سياساتها تربطنا بهم كليبيا علاقات كما تربط الدول بعضها علاقات مصالح، وهذا بطبيعة الحال ولا هي طبيعة المعادلة. أنا حابة نذكر نقطتين مهمات في هذا المجال. أعتقد أن المجتمع الدولي عنده سوء، أو اعترف، يعني ما هوش اعتقاد خاص، هو اعترف بأن في سوء تنسيق للمجهودات الدول المختلفة تجاه ليبيا. وكان في أكتوبر الماضي في اجتماع موسع للدول الداعمة للتنمية في ليبيا، واتفقوا على إيجاد آلية للتنسيق فيما بينها، ك يعني بدل ما تكون الجهود ثنائية ما بين ليبيا وهذه الدول، لا، تكون أن في منابر أو في آلية لتنسيق الجهود. هذا نقطة جدا مهمة للمجتمع الدولي ونؤكد عليها. النقطة الثانية هي التقلب السياسي اللي موجود في ليبيا. الحقيقة يؤخذ دائما يشار إليه لما تتكلم على الدعم أو مساندة المجتمع الدولي لليبيا، أن يعني مثال، يعني عندنا مثلا مشاريع كثيرة للإصلاح الإداري داخل ليبيا، لمكافحة الفساد داخل ليبيا، في موقوفة أو معطلة نتيجة للتقلب السياسي وعدم الاستقرار السياسي. أستاذة سلام، هل بالفعل هناك سوء تنسيق بين كما ذكرت أستاذة؟ أنا نبي يعني نوضح حاجة من وجهة نظري، إن إذا بنتكلم على أي مشكلة نريد لها حل، هي عندنا مشكلة الأساسية هي مؤسسات الدولة. الحكومة التوافق هذه الآن اللي المجتمع الدولي يريد أن يخلقها بأي شكل من الأشكال، لأن عنده مصالح يجب أو أعمال يجب أن يهتم بها في ليبيا. هذا هو سبب الضغط على أن لازم يكون في جسم، أن يكون في حكومة توافق، مع أن هي تعتبر ليست حكومة توافق كما قلت وما أسلفت. الأدوات هي نفسها، الأدوات الفاشلة هي نفسها، الأخطاء تتكرر لأن عندنا نفس الأدوات الفاشلة. ما هي هذه الأدوات؟ المجتمع الدولي يتعامل مع أحزاب سياسية على الطاولة من ضمنها مجموعات إرهابية، مجموعات مقاتلة إرهاب. أنت جالس تتحاور مع إرهابيين يدمرون البلاد كل يوم. خاطب الشعب، شوف جسم مدني، شوف أدوات جديدة لم تمارس أخطاء من قبل. إذا نحن ما عندناش مؤسسة تحمي الحكومة التوافق، لأن من يحميها؟ من يحميها؟ هل تحميها جيش وشرطة؟ تحميها نفس الميليشيات. نحن لدينا 1700 ميليشيا في ليبيا. طيب. من الشرق إلى الغرب. طيب دكتور جمعة، هل بالفعل الحوار تم مع كما تقول الأستاذة سناء ما تصفهم بمجموعات إرهابية الذي أنتج حكومة الوفاق؟ السمة الغالبة في السنوات الماضية في ليبيا في جو هذا الصراع المحتد أن كل طرف يشيطن الآخر، كل طرف يشيطن الآخر، هذا يتهم الآخر بأنه إرهابي وهذا يتهم الآخر بأنه انقلابي وفاشي وهكذا. فأنا أعتقد أن أحد الطرق لكي نخرج من هذا الأمر هو أن نبتعد عن شيطنة الآخر. تعريف الإرهاب والمنظمات الإرهابية وفق الأمم المتحدة واضح، هناك ثلاث تنظيمات في ليبيا هي تنظيمات إرهابية وفق الأمم المتحدة: أنصار الشريعة، وتنظيم القاعدة، وتنظيم الدولة الإسلامية داعش، ومن يتحالف معه، والمجموعات المقاتلة حسب التي مارست قرار مجلس الأمن. نعم جيد. وبالتالي هذا الأمر، وكل من يثبت أنه
نعم. لا تفضل دكتور جمعان. نعم. فهذا هو الأمر. كون أن طرف يعتبر أن حزب سياسي آخر لأنه يختلف صحيح. مع أيديولوجيين أنه إرهابي. شوف الإخوة الليبراليين والعلمانيين وغيرهم، ولو أن في ليبيا ما فيش مفهوم علمانيين، يعتبروا أن الإسلاميين إرهابيين متطرفين، والإسلاميين أيضا يعتبرون بعض العلمانيين متطرفين كذلك في عدائهم الصارخ لثقافة المجتمع ولقيمه ولعقيدته وكذا. فأحنا نبغى نخرج من هذا، نحن نريد أن نصل إلى ثقافة تقبل الآخر والتعايش معه. ليش؟ لأنه ليبي. طالما أنه ليبي مواطن لابد أن نقبل به ونتعايش معه بغض النظر عن كان في أقصى اليمين أو أقصى الشمال، لكن متطرف في علمانيته أو متطرف في تدينه يجب أن نقبل به. هل يجوز قبول بمواطن مع تنظيم الدولة أو؟ بالتأكيد لا. تنظيم الدولة وأنصار الشريعة وتنظيم القاعدة تنظيمات إرهابية تكفر الدولة، تكفر الانتخابات، تكفر الجيش والشرطة. هذه سرطان تريد أن تقتل مشروع الدولة في ليبيا، ولا بد أن نقتلها قبل أن تقتل ليبيا. طيب أستاذ سناء لديك تعقيب؟ نعم، أنا لازم نوضح الفكرة هذه. أنا لما قلت البلاد فيها ميليشيات تسيرها ميليشيات، لا أحد يستطيع أن ينكر ذلك. ليس لدينا جيش، وليس لدينا قوات مسلحة، من يسموها قوات مسلحة، وليس لدينا من يحمي الحكومة. لدينا مجموعة من يسمي بأنفسهم الثوار، انضموا إلى مجموعات مسلحة تحمي كل حزب، كلها مؤجرة بالمال منذ اليوم الأول، كلها تتقاضى مال من مجموعات حزبية. إذا نحن نريد أن نصنف الإرهاب كما يصنفه المجتمع الدولي وليس كما يصنفه المجتمع الإنساني، الشعب الليبي الذي يعاني الاختطافات والقتل والتدمير والنازحين وغيره، هذا كل إرهاب في قاموس الإنسانية. هذا كل دكتور جمعة من يحكي؟ سأتيكي دكتورة لمياء. دكتور جمعة، من يحمي الحكومة الآن في طرابلس؟ حسب الترتيبات الأمنية هناك لجنة أمنية مؤقتة من 18 شخصية عسكرية وأمنية. هؤلاء ال 18 شخصية كل اثنين منهم سماهم واحد من أعضاء المجلس الرئاسي التسعة. هذه اللجنة يرأسها العميد عبد الرحمن الطويل، ضابط في الجيش الليبي محترف جدا ومحترم جدا، ومن معه هم ضباط في الجيش وفي الأجهزة الأمنية. ولكن الآخرون على الأرض دكتور جمعة، الخطة الأمنية من اسمح لي أكمل. الخطة الأمنية التي وضعت تقول أن الدائرة الأولى لتأمين الحكومة ومؤسساتها في العاصمة هي الشرطة، والدائرة الثانية 20 كيلومتر، والدائرة الثانية بعدها 20 كيلومتر أخرى هي الجيش. نعم. والدائرة الثالثة بعدها هي التشكيلات المسلحة. دكتورة لمية في عجالة والتشكيلات المسلحة لفترة. نعم دكتور. مؤقتة. نعم دكتور. حتى بس نعلق ونرجع للسؤال الرئيسي لأنه نعم. كان جدا مهم. السؤال الرئيسي كان كيف يستطيع المجتمع الدولي أن يكون داعم لليبيا ولليبيين في هذه المرحلة. نعم. هذا هو السؤال الرئيسي. أنا متفهمة أن كيف مشى الحوار لأمور الميليشيات وإلى غيره. نعم. ولكن التعليق اللي حابة أني نضعه بشكل سريع أن مشكلة ليبيا الرئيسية والتعاون أو الدعم الدولي لها هو الآتي. أن الأزمة في ليبيا حاليا هي أزمة بناء دولة انتقلت بشكل مخطئ إلى أزمة صراع سياسي. فالدعم الدولي لنا حيكون مثمر مفيد عندما نركز على هذه المسألة. نحن حاليا في مرحلة بناء دولة. تفضلي في عجلة. أنا أعتقد أن في إشكاليات أساسية هي النقاش اللي دار اليوم يتحدث على إطارين مختلفين. إطار أنك أنت كيف تجيب اللي هو من كان سبب أساسي في النزاع المسلح والحرب اللي هم دعاة الحرب وتشركهم في عملية السلام. طبعا من منظور حقوق الإنسان في مآخذ كثيرة على هذا الجانب. في الإطار الآخر يقول لك لا يصنع السلام إلا بالميليشيات أو الشيء الآخر اللي هو مهم الآن إحنا لما بنتكلموا فيه اليوم، إن الإشكال للاتفاق السياسي هذا قام على رؤية تقاسم سلطة فقط، والإجراءات تتعلق بالإجراءات الأمنية فيها بعض اللبس. الأساس الصراع في ليبيا هو كان العسكرة، هو الميليشيات، فما فيش خطة محددة إن كيف الحكومة تتبنى. أستاذ حميد صالح، في حالة ولأي سبب من أسباب الحكومة الوفاق الوطني رفضت التدخل المحتمل في ليبيا، أقصد التدخل العسكري سواء الأرض سواء من خلال غارات على مواقع محددة كما ورد، فهل هناك أي حل جذري وفعلي لدى حكومة الوفاق
انها تكافع الارهاب. نبدا بالاستاذ مع الاستاذ غازي، وهو يعني من خلال ما حدث الان من البوادر من حكومه الوفاق، هل ترى بان امكانيه حدوث يعني طلب لدعم الدوله؟ حقيقه هو قبل كل شيء نجب ان نعترف بان هناك تدخل الان حادث، يعني هناك عده، ليست مجرد تدخلات من المجتمع الدولي من قوى غربيه كبرى، ولكن ايضا من تدخلات من عده دول اقليميه، هذا اولا. والشيء الاخر، حتى الدول الغربيه الكبرى تدخلت كما سبق وزالت تتدخل. اعتقد بان حتى في حاله مثلا حكومه الوفاق حدث عليها ضغط ان لا تستطيع ان تطلب من المجتمع الدولي التدخل بطريقه رسميه، سيكون هناك تدخل بشكل او باخر. هل هذا التدخل سيكون بقوات عسكرية أرضية؟ هناك كثير من التطمينات على الأقل من المستوى الخارجي بالدول الغربية الكبرى أن هذا لن يحدث، وهذا لن يحدث لأسباب داخلية متعلقة بهذه الدول. أعتقد بأن هناك الكثير من الطرق الأخرى للتدخل في ليبيا، لأن الدول الغربية الكبرى ترى بأن المشكلة الليبي العسكري سهل التعامل معه الآن في الوقت الحالي، ولكن إذا تأخر هذا الموضوع قد يصبح من الصعب، ويصبح بعد ذلك يستبطئ الموضوع تدخلات على الأرض وكذلك ما ينجر منها من مضاعفات. نعم. دكتور جمعة، في نفس النقطة في مسألة التدخل الخارجي، أعتقد لو نتذكر في بداية 2011 عندما بدأ القذافي يقصف بطائراته، كلنا طالبنا بفرض حظر جوي والأمم المتحدة تجاوبت، ثم بعد ذلك طالبنا بالتدخل لحماية المدنيين والأمم المتحدة تجاوبت، وفضل الحظر الجوي اللي فرضته المتحدة في ليبيا كان مهم جدا. انظروا ماذا حدث في سوريا، البراميل المتفجرة ومئات الآلاف من الأطفال والنساء في سوريا قتلهم طيران البشار الأسد. يعني في ليبيا لو لم يفرض حظر جوي من الأمم المتحدة كان ممكن يقع نفس الشيء، وكذلك تدخل لحماية المدنيين. ولكن جميعنا في 2011 في الداخل والخارج رفضنا مبدأ دخول قوات أجنبية على التراب الليبي، No boots on the ground، كان واضح الكلام هذايا، وهذا المبدأ أعتقد مازال قائم اليوم. لا أحد من الليبيين العقلاء يطلب قوات أجنبية تدخل للتراب الليبي. نحن لدينا من الأعداد الكافية جدا 130 ألف جندي وضابط وضابط صف من الجيش الليبي راقدين في حياشهم ياخذوا في رواتب، عندنا الأعداد اللي كافي أن نحن ندربهم ونعدوهم ونجهزهم ونحاربهم على الأرض. ولكن قد نحتاج دعم من الخارج مثل ما حصل. أنت تقول 130 ألف جندي، ولكن هؤلاء غير مسموح لهم بالدخول لثكناتهم. معلش أنا عندي بنقول في الموضوع. طيب أستاذة سناء تفضل. الجنود هادو ما اللي كانوا في النظام سابقا، هادو جنود دولة، هادو شرطة مدنية متاع دولة قائمين على مؤسسة مهنية، لماذا لم ينادوا هؤلاء ويعاملوا المعاملة اللي يستحقونها ويحموا هذا الحكومة اليوم؟ لماذا نتعامل مع الإرهابيين؟ وهذا اللي يحدث الآن. العميد عبد الرحمن الطويل عميد في الجيش الليبي ومعروف ومرموق وغيره. مشكلتنا أن الجيش الليبي الآن، مش إحنا زي ما ليبيا تشتتت في السنتين الماضيتين إلى قسمين، المصرف المركزي زوز، المؤسسة الوطنية للنفط 2، الرقابة الإدارية 2، ديوان المحاسبة 2، البرلمان 2، الحكومة 2، رئاسة الأركان 2. الآن المطلوب توحيد ليبيا من جديد في مؤسسات سيادية واحدة، منها مؤسسة الجيش والشرطة كذلك. دعونا نستمع إلى وجهة نظر أخرى، هنا صوت جديد. تفضل. نعم تفضل. بعد نجاح الثورة وبداية تفكيك الجزء للمنظومة السابقة، كيف بدأنا في تركيب المنظومة الجديدة؟ فشل الإدارة السابقة 4 سنوات. سؤالي، هل تستفيد حكومة التوافق الوطني من أخطاء الحكومة السابقة وتطلب المساعدة الدولية؟ ولا نقول أن العالم، نحن هو اللي أدار ظهره، نحن اللي أدرنا ظهرنا في العالم بعد 2012 بحجة الكفاءة والسيادة. فسؤالي، ينبغي للحكومة التوافق أن تختار الخبرات سواء الوطنية أو الأجنبية. طيب، في إدارة الدولة وضحت الرؤية. تفضل أستاذ زهراء. نفس النقطة. طيب الأولى ومن بعد هذا السؤال. إحنا في ليبيا اليوم في 30 مليون قطعة سلاح، في نص مليون مسلح. لو بنعيده نفس احنا 2016 ليبيين وما يسمى بالمجتمع الدولي اخطا. هذه البلد اللي احنا قاعدين فيها الان فيها لجنه لتقييم التدخل اللي صار في ليبيا. ليبيا كانت اسمها يسموها لايت موديل انترفنشن، تدخل خفيف طفيف. ايش كانت نتيجته على ليبيا؟ تخلصنا من الدكتاتور، لكن ايش؟ فوضى عارمه. هل سنرضى بتدخل اخر سريع
ضربات سريعة لداعش دون وجود خطة متكاملة سياسية وإنسانية حتكون كارثة أخرى. عندنا إشكال السلاح، كيف تمدد داعش؟ داعش تمدد بخلافاتنا، داعش تمدد بفوضى السلاح، داعش تمدد بفشل مؤسسات الدولة، داعش تمدد بفشل الأمة الليبية. ما حدش فينا بيناقش مشكلة الأمة الليبية، احنا محتاجين معالجة قضايا الشخصية الليبية، الهوية الليبية اللي على أساسها تبنى الأمة الليبية، اللي على أساسها تبنى الدولة الليبية، اللي على أساسها نواجه التحديات. هذا مش موجود. طيب أستاذة لميا، دعونا نسمع دكتورة لميا وبعد أعود لك. المشكلة الرئيسية حاليا مع التعامل مع المجتمع الدولي، والسؤال كان يعني محدد انه هو إذا رفضت الحكومة التدخل على الأرض فما هي البدائل، كيف يستطيع المجتمع الدولي المساعدة في الحرب ضد الإرهاب؟ حقيقة لا أعتقد أن أي ليبي وبالذات حكومة الوفاق راغبة أو قادرة أن هي تطلب التدخل المباشر، بمعنى boots on the ground، بمعنى ناس على الأرض، لأن ما فيش حد حيلبي هذه الدعوة. ما ظنش المجتمع الدولي متحمس أنه يدخلوا على الأرض، ولكن السؤال الأهم به شنو البديل، كيف نقدر نكافح الإرهاب كليبيين، أو هل نستطيع مكافحة الإرهاب كليبيين بدون دعم دولي؟ أعتقد لا، ولكن شنو هو الدعم المطلوب؟ المشكلة الدعم، وهذه هي النقطة اللي حابة أن نثبتها، مشكلة الدعم الدولي لليبيا هي في الليبيين أنفسهم. نحن كليبيين لم نرتب أوراقنا بعد. لما يسأل السؤال ماذا تريد كليبيين، شن تبوا من المجتمع الدولي، دائما الإجابة تكون ما عندناش تنظيم لأوراق داخلية. الإشكال حتى في المجتمع الدولي، البلد اللي احنا فيها بريطانيا حصل 50,000 أعطوا 50,000 لمساعدة الليبيين، وجاءت هذه المفروض المساعدة الإنسانية كاستشارة فقط. الاندبندنت نشرها من يومين. هذه هي بريطانيا التي تقود المجتمع الدولي في مساعدتها في الإغاثة الإنسانية. إذن هو هم نفسهم ليس جادين في المساعدة للليبيين. إذا كانت ليبيا في الكارثة الإنسانية يعطوها 50,000 وهي كاستشارة فقط، وفقط في حين كان تدخلهم في 2011 23 مليون. 23 مليون تدخل عسكري. لكن ماذا يعطوا 50,000 فقط كمساعدات إنسانية؟ لو سمحتي لي أستاذة زهراء، أنا لا أختلف معك، أنا لا أختلف، بس حابة نكمل النقطة. في تعليق، في تعليق، خلنا ناخذ تعليق بس نكمل النقطة اللي كنت نقول فيها. أنا لا أختلف نهائيا أن المجتمع الدولي مقصر وعدم تنظيمه لدعمه لليبيا. هذه هي النقطة اللي بدينا بها، أن المشكلة الأساسية للدعم الدولي هو في عدم تنسيق الجهود فيما بينهم. هذه أساسية. ولكن النقطة الأساسية أن نحن كليبيين لما نحكم مع المجتمع الدولي، نحن ما رتبناش بيتنا الداخلي. دعينا نستمع إلى رأي من الجمهور أو ملاحظة. تفضل. بسم الله. تعقيب على كلام الأستاذة، المجتمع الدولي لم يخطئ. المجتمع الدولي متعمد أن يترك ليبيا في الفوضى 5 سنوات، لأن المجتمع الدولي يملك مراكز استشارية واستراتيجية ودراسات سابقة حول الدول التي تعرضت لمثل أزمات ليبيا، ثورات وتغيير وغيره وغيره. المجتمع الدولي متعمد لغاية في نفسه، لا أدري ماذا. هل أو ربما إعادة خائطة معينة أو غير ذلك. تفضل. نعم تفضل أنت. نعم تفضل. نحن الليبيين محتاجين إلى سياسة توافقية كاملة على أرض التراب الليبي، وللأسف كانت الأحزاب هي من أفسد الحياة السياسية من ناحية تكوينها. نحن لا نعلم حتى الأحزاب كيف تكونت وشني الجهات اللي تمون فيها. فهذا يعني الوجب إيجاد حل بديل للسياسة الليبية الداخل. طيب نقطة. لا تفضل. بالنسبة لنفس النقطة، هو تدخل الدولي موجود أوتوماتيكيا من يوم دخول الحكومة التوافقية من القاعدة البحرية طرابلس. كل شيء كان واضح. لحظة يا أستاذ. لا واضح، لأن اللي كان يتكلموا قبلها بيومين، والإرهاب اللي داروه في مطار معيتيقة، والإرهاب اللي داروه في طريق الشط وفي طرابلس كاملة، عشناه وشفناه. أما لكن لما السيد يوقف يقولهم أوقفوا أوقفوا بما فيهم المفتي الديار، أحداث غربور، إحنا من أحداث غربور وليبيا تعاني. أنا واحد من الناس، ولدي مصاب وعايب لليوم، ومع 47 اللي تفناهم تاني يوم. من اللي طلع الفتوى متاع أطلعوا عليه معهد غربور وتاني بعدها بساعة ردها؟ سبب فساد ليبيا المفتي.
لدينا هناك تفضل انت تفضل. انا بوجهة نظري يعني تدخل الدولي اللي يطالبوا بتدخل الدولي، تدخل الدولي من جمعية خيرية، تدخل الدولي مرتبط بمصالح الدول الغربية والمصالح مكملمة في ليبيا في النفط، اسعار النفط نزلت وانهيار الاوبك، اصبح لا داعي لتدخل يعني في ليبيا، يعني بسدد التكاليف البل يعني شكون بيدفعها؟ هذا انا وجهه نظري، يعني امتى كان في 2011 كانت الاسعار تتداول 120 دولار. طيب بخصوص التدخل الدولي انه ليس جمعيه خيريه، وايضا مساله تشكل الاحزاب وهو سؤال ذكرها، يعني نريد ان نعرف يعني كيف حزب التغيير كيف تشكل دكتور؟ هناك قانون سنه المجلس الانتقالي لتشكيل الاحزاب في ليبيا بعد 42 سنه من تجريم ومنع الاحزاب من قبل نظام القذافي. هذا القانون موجود وهناك شروط ولوائح وهناك دائره داخل وزاره العدل، هذه المعلومات ربما الكثير ما يعرفهاش، اسمها دائره الاحزاب السياسيه، تقدم لها قائمه طويله جدا من الاوراق والوثائق وبعدين تدرسها وتاخذ شهور، احنا في حالتنا احنا اخذت اكثر من 6 شهور، وبعدين تبعث لك تقول لك الان عندك ترخيص ويبعثوا لك ترخيص رسمي موثق برقم وكل شيء، عندك ترخيص انك انت تعمل كحزب سياسي ومطلوب منك استحقاقات معينه تقدمها بما فيها قضيه التمويل، عدد الاعضاء، انك انت تكون منتشر في اكثر مكان في ليبيا، ما تكونش حزب على اساس ديني او عرقي او جهوي او قبلي او كذا. طيب هذا موجود، قد يكون القانون هذا غير كافي في الدستور، الدستور القادم مفروض يعالج أكثر. نرجع للموضوعنا المهم. أرجوك دعنا نستمع الأستاذ. ذنب منه إن الناس ما تعرفش إن هي الأحزاب وقوانين، وذنب منه الأشياء هذه المشاكل. الإعلام اللي فاضي في الفكرة فقط. لا لا ليس الإعلام، لا 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 تلقوا بفشلكم على الإعلام. المجلس الانتقالي فاشل 100%. صح. المؤتمر الوطني فاشل أكثر من 100%. صح. ومجلس النواب أيضا والمسؤولين الموجودين هم نفسهم، نفس الأدوات تستعمل، والمجتمع الدولي يستعمل نفس الأدوات فقط ليخلق جسم ليستأنف أعماله، لا يهمه الشعب الليبي، ما يعانيه الشعب الليبي هوية ليبيا كما تحدد الأستاذة زهراء، لا يهمه أن يشمل الذين يعانون الحالات الإنسانية من اليو ان، من أهم الأشياء التي يجب أن تهتم بها هي الحالة الإنسانية اللي يمر بها الشعب الليبي، تهتم فقط بالحالة السياسية. هناك أيضا برنامج لتقديم المساعدات الإنسانية وهو يستهدف ملايين من الليبيين، برامج حبر على ورق، دعم المرأة، أي مرأة هو فعلا يستقطبون فقط شخصيات معينة من النساء. السنة الماضية كان في كارثة إنسانية في مناطق في ومدن في ليبيا، وأنا الشهر الماضي كنت في لقاء مع المساعد المنسق للإغاثي وتحدثت معه مباشرة إن فعلا وأقرت بذلك تم تسييس عملية المساعدات الإنسانية طوال السنة وربطها بتكوين حكومة الوفاق الوطني، وللأسف لم يفطن المجتمع الدولي أن تسييس هذه العملية وتأخير المساعدات الإنسانية زاد في النزاع المسلح. طيب وزاد ليس لدينا من يجيب على هذا من الأمم المتحدة، لكن أرجوكم دعوني أذهب إلى سؤال من رامي محمد. هل سنشهد مشهد آخر أن تحت ذريعة التوافق الليبي هل سيتحد الليبيين بذريعة التخلص من داعش بمثابة القذافي وبعدين باش يدعمهم بالسلاح ويستنسوا سلاح فلوس ليبيا وكذا، وبعدين لما يتخلصوا منهم هل حنوجهوا أسلحتنا تانية ونخشوا في 10 سنين تانية؟ ما رأيك أستاذ غازي في هذا السؤال؟ أعتقد أن هذا سؤال وجيه، لأن في البداية جدا المجتمع الدولي نجح في أن يجعل الليبيين يتوحدوا ضد خطر واحد وهو تهديد القذافي في ذلك الوقت، وهو ما نجح فيه الليبيين ببراعة أعتقد في 2011 بالتخلص من هذا الدكتاتور منذ سنوات طويلة. أيضا الآن المجتمع الدولي يحاول أن يجد تهديد مباشر لحياة الليبيين وليقوتهم ولمعيشتهم، وهو تهديد مشترك أيضا بالنسبة لمعظم الدول الإقليمية وكذلك المجتمع الدولي، وهو التنظيمات الإرهابية بجميع أشكالها. هل هذا الموضوع يعني يقع في إطار خاطئ؟ لكن أعتقد أنه إطار جيد لتحسين على الأقل توحيد هذه القوات، توحيد الجهود الليبية ضد هذا الخطر، لأنه خطر حقيقي. طيب. وخطر قد يتسبب فيه الكثير من المشاكل ليس على الصعيد المحلي الليبي ولكن على المستوى الاقليمي، وهو خطر مهم. النقطه هذه بس تعقيب على نقطه ان المجتمع الدولي تخلص من القذافي، المجتمع الدولي كان يستطيع ان يتخلص من القذافي بدون كل هذه النكبات،
بدون أن يجعل من الثوار اللي مروا بحالات نفسية يقترفوا ما اقترفوه من جرائم أمام العالم وهو والمجتمع الدولي يتفرج. احنا تعودنا احنا نقترفوا إرهاب وجرائم إنسانية ضد الإنسان من تلك اللحظة يوم اللي شدوا فيه القدافي ومارسوا كل ممارسات الغير إنسانية فيه. طيب دكتورة لميا، في نفس السؤال، يعني هل من الصحي أن يتم يعني توحيد الليبيين بناء على أخطار وليست على قيم تجمعهم دائما؟ يعني نحن نتوحد فقط عند وجود الخطر. معادلة التوحيد الليبيين عند الليبيين أنفسهم، إذا كانوا للأسف لا يتحدوا إلا في حالة الأخطار فهذه المشكلة فينا، يجب أن نراجع أنفسنا. بس حابة أن نعلق على نقطتين مهمات قالن في سياق الكلام. موضوع اللي ذكر الأستاذ مشكور أن نحن كليبيين أهميتنا في العالم تنبع فقط من النفط، أعتقد للأسف جزء كبير من الليبيين يقتنع بذلك، ولكن صدقا لازم نطلع من الدائرة هذه. نحن كليبيين أهم من أن نكون مجرد نفط ممول للنفط للعالم، وهذه في يدنا نحن. أعتقد أن وجودنا في مركز مهم جدا في ليبيا في جغرافيتنا يعني مهم جدا الاستقرار في ليبيا بالنسبة لأوروبا، وأعتقد أنهم مقتنعين بذلك بغض النظر عندنا نفط أو لا، فهذه قناعة يجب أن نغيرها. موضوع المصطلح الآخر اللي ذكر حاليا أن الإغاثة الإنسانية أو المساعدات الإنسانية في ليبيا سيست، حابة أن نعلق من تجربة شخصية. طبعا هي الميكانيكية بتاعت أو الدعم الدولي لليبيا تنقسم، ممكن نقسمها ببساطة لو أنه ببسط الموضوع إلى نوعين: دعم تنموي بمعنى المشاريع المستهدفة بالتنمية وحالة الاستقرار وهي موجودة وبكثرة على الورق، يعني عندنا أكثر من 100 مشروع محصور. والدعم الثاني هو دعم الأزمات أو الإغاثة الإنسانية. التعليق اللي ذكر بأن سيست الإغاثة الإنسانية، رد عليه بتعليق مهم جدا: لولا تسييس الإغاثة الإنسانية لما كان في برنامج إغاثة لليبيا. بمعنى أن الوضع الإنساني في ليبيا يفترض أن نحن قادرين أن نحن نسيطر عليه، ولكن أهمية ليبيا للعالم وللدول الجوار وضع من واجبهم أن هم يدعموا ليبيا. دعني أتوجه إلى سؤال آخر من الأستاذة هند علي. دكتور جمعة القماطي قال أن المجتمع الدولي حدد الجماعات الإرهابية في ليبيا، وبالتالي كيف ما قالت الأستاذة زهرة أنها الجماعات المتعاونة معها، فبالتالي وقوف المجتمع الدولي في الحياد ما بين الطرفين المتحاربين في ليبيا، هل هذا حيحل المشكلة ولا حيخليها تتفاقم في حوض المتوسط؟ تمام. دكتور جمعة تفضل. جميل. بداية أعتقد أن هذا سؤال جوهري. بداية لنعود إلى 2011، توحد الليبيون جميعا على هدف واحد وهو إسقاط الاستبداد، وعندما تحقق هذا الهدف تفرق الليبيون لأسباب مختلفة لا يسمح الوقت بالخوض فيها، أسباب اقتصادية اجتماعية ثقافية، كون أن نحن مجتمع ريعي، أن السلطة هي أقرب طريقة للوصول إلى الثروة وإلى المال والوصول إليها بطرق غير قانونية. ولكن السؤال الجوهري: لمن الذي مهد للأطراف خاصة الإقليمية أن تتدخل تدخلا سلبيا في ليبيا بعد ذلك، وتذكي وتغذي الصراع الداخلي؟ من الذي مهد لبعض الليبيين أن يكونوا مجتمع الدولي؟ اسمح لي خلينا نكمل بس. الليبيون أنفسهم، بعض الليبيون ارتضوا دور أن يكونوا بروكسيز، أدوات لأطراف إقليمية في الصراع بين هذه الأطراف الإقليمية. ويؤسفني أن نعم، أنا لا أجرم طرف على طرف، أنا أدين كل من اختار أن يكون أداة لدولة عربية أو غير عربية في صراع داخل ليبيا لخدمة مصالح هذه الدول. الآن أمامنا فرصة أخرى ذهبية أن نتوحد حول هدف آخر جديد وسامي، وهو بناء دولة مؤسسات، دولة قانون، دولة ديمقراطية حقيقية بدون أي تدخل سلبي. طيب للأطراف الإقليمية. واضح. يا واضح إخوة وأخوات، الأطراف الإقليمية العربية بالذات لا تريد لليبيا أن تكون دولة ناجحة ديمقراطيا وتنموية. دكتور تفضل. أستاذ الزهراء سأعود إليك. أستاذ سناء، إحنا لو بنبدأ ونبنوا اليوم، وأنا نقول اليوم 2016 2012 كنت نقول ليبيا تحتاج إلى بناء دولة. 2016 ليبيا تحتاج إلى بناء الأمة الليبية.
لا تحتاج بناء دولة. فلو جبت النظرية الفيضية الآن الفيضية ويقول لك تعمل حوكمة وحكم رشيد والأشياء هذه والشفافية، ليبيا مش هينفع مع هذا الكلام. ليبيا عندها إشكاليات أكبر من ذلك. ما هي؟ ليبيا قضية الهوية الشخصية الليبية هي اللي حتقدر تلملم بها. نعم. شتات الأمة نفسها. نعم. الخطأ اللي عملناه في 2011 إن مباشرة بعد الثورة والتحرير انطلقنا مباشرة لانتخابات ولأحزاب. أتفهم أن في قانون، لكن هذه الأحزاب ملهاش constituency حقيقي. ولذلك لما جلسنا للحوار السياسي في أحزاب فيها شخص واحد أو شخصين لا تمثل المجتمع الليبي. طيب أستاذ سنة دعيني نسأل وفي قضية مهمشة من هذا الوضع. على بعض الأسئلة في سؤال. تفضل. السؤال مهم جدا جدا. مجلس الأمن لماذا لم يصدر قرارات بوقف تجارة السلاح من زمان؟ المجتمع الدولي لماذا لم يخرج صريح العبارة يا قطر يا إمارات توقفوا يا سعودية عن دفع السلاح داخل ليبيا بصريح العبارة؟ الولايات المتحدة قالت ذلك، يعني وجهت الكلام لبعض الدول التي تقوم بدعمها بصريح العبارة ووجهوا بالاسم من يدعم هذه الأحزاب في ليبيا. الرئيس أوباما قبل شهور عندما استضاف مجموعة من قادة الدول الخليجية قال لهم بالحرف الواحد توقفوا عن المروحة على النار في ليبيا، وقالها لأكثر من طرف يدعمون أكثر من طرف في الصراع في ليبيا. الرسالة كانت واضحة، ولكن نحن دائما نسأل السياسيين الغربيين هذا السؤال. تفضل. يقولون لنا نحن لا نملك عصا سحرية أن نقول لهم توقفوا فتوقفوا، لأنهم يردون علينا بالذات الدول الخليجية مع هذا الطرف وذاك، يردون علينا ويقولون نحن أدرى بليبيا منكم ونعرفها أكثر منكم. طيب. ثم أن دعونا نستمع لدينا سؤال. لها مصالح قوية في الدول الغربية تستخدمها لأنها تنجو. تفضل انت. معلش احنا نرجع ونلومه في المجتمع الدولي ونلومه في غيرنا، اللوم علينا احنا كليبيين، احنا اللي خلينا الاجانب يتحكموا فينا. ما فيش مجتمع مدني، اسف، ما فيش مجتمع مدني الاجانب ما يجوش مجتمع مدني يتعاملوا معاه، ضعيف جدا جدا جدا. وللاسف احنا اليوم في وضع خطير، عندنا مرض قاعد ركبنا في ليبيا وقاعدين تعاركوا على خلافات جانبيه. لابد من حكومة الوفاق، ما لو ما عجبتش كل الليبيين عجبت معظم الليبيين، ما فيش حل إلا هي للأسف. طيب أستاذ غازي، في مسألة يعني وجود هذا التدخل الإقليمي، يعني هي كلها مواضيع مرتبطة ببعض، ولكن في مسألة التدخل الإقليمي ووجود كما قال الدكتور جمعة يعني أشخاص على الأرض هم من يدعمون، كيف يمكن الوصول إلى حل يعني؟ هذا واقع موجود الآن، وهذا واقع موجود من 2011 أعتقد. من البداية كانت هناك توازنات معينة سياسية خلقتها الواقع الموجود، لكن يجب أن نعترف بأن هناك اعتقاد بعض عند الناس أن المجتمع الدولي إما أنه هو ملاك كامل أو هو شيطان كامل. هذا غير صحيح، هناك مصالح والمصالح تحكمها ظروف معينة، وهناك أيضا يجب أن نعترف بأن هناك أيضا المجتمع الدولي ليس شخص واحد، هي الديمقراطيات، هناك حكومات تذهب وتمشي، هناك حكومات لديها رؤساء وزراء وزراء قادرون محنكون، وهناك وزراء مثل الآن في بريطانيا هناك عديد من القضايا التي تطرح الآن على الحكومة البريطانية أنها فشلت في إدارة الأزمة في ليبيا، كما الآن فشلت في إدارة الأزمة في سوريا بعض المناطق. هل طرح الفشل يأتي بإيجاد حلول أم أن المسألة فقط أنك تقول إنسان جزء من فاشل؟ جزء من الاعتراف بالفشل هو إيجاد حلول، وجزء من الاعتراف بالفشل أنك وأنك تفتح طريقة للمعالجة. طيب. بدون أنك أنت تعترف ويكون في شفافية ويكون في نقاش ويكون في هناك تحقيق في الموضوع لن يحدث هذا التغيير. نعم لدينا مداخلة، تفضل. حكومة الوفاق يعني حتى دخول الطرابلس قلت على البحر، يعني هل حكومة زي هذه واجهت صعوبة في دخول طرابلس؟ هل حتقدر مثلا توقف الإرهاب اللي يصير في بنغازي؟ هل حتوقف الجرافات اللي ترسلها مثل مسألة البنغازي؟ هل حتقدر تحرك حاجة مثلا؟ يعني شن تقدر تدير الحكومة اللي دخلت واجهت صعوبة أنها تدخل طرابلس؟ دكتورة لمياء وبعدين دكتور جمعة ومن ثم ناخذ. ما حدش يعني مخبي سر، يعني الوضع في ليبيا صعب. أي حكومة في ليبيا اليوم مهما كانت يعني مش حتجيب سحر. الوضع لازم كليبيين نواجه هذا الموقف ونعترفوا لأنفسنا، ما نقعدوش نبحثوا أن حيكون في حل سحري وألا المجتمع الدولي كما يقال أن في مجتمع دولي كأن كينونة وحدة حيكون في عند الوصفة السحرية. إذا الليبيين اتفقوا على حكومة، هذه الحكومة أو غيرها،
وساندوا الحكومة في برنامج واضح، وقبلها كانت القاعدة اللي حكوا عليها الأخوة اللي هي بنينا كليبيين هوية ووحدة، واتفقنا أنه نحن ليبيا هذه تهمنا ك ك ك ككيان اسمه ليبيا ونحن كليبيين عايشين فيه، ويهمنا ان نحن ان يكون عندنا يعني خطه واضحه لانفسنا. اذا هذاك الوقت فعلا حتقدر هذه الحكومه او الحكومه اللي حنتفقوا عليها تقدر تجابه المشاكل منها الارهاب وغيرها. دكتور جمعة في اقل من دقيقه، غير ذلك شن ترد على السؤال اللي ما فيش قالتها مش ممكن يعني في اقل من دقيقه. حكومه الوفاق الوطني نتيجه هذا الاتفاق السياسي الذي جاء بعد سنه ونصف من الحوار ليست هي الحل المثالي ولا الحل السحري، ولكنه افضل الحلول السيئه المطروحه على الساحه. اهم شيء تقدمه هذه الحكومه انها توحد ليبيا من جديد. طيب هذه بدايه مهمه جدا، توحد ليبيا من جديد بمؤسساتها السياسيه والتشريعيه والاقتصاديه. طيب. وايضا تنهي حاله الاقتتال. يا اخوه في 2015 داعش استغلت كون ان الليبيون يحاربون بعضهم البعض وتمددت، وبالتالي الان حكومه الوفاق الوطني تنهي اقتتال الليبيين بعضهم مع بعض. طيب دكتور جمعة، وتوجه جهود الليبيين كلهم لمحاربه داعش. انا لا اتفق، لا يمكن ان نخلق داعش لكي نستسلم لحكومه من اطراف هي ليست اطراف وفاق. نحن نحتاج لدستور عادل يشمل كل الليبيين، الجميع بجميع أطيافهم حتى المهجرين يجب أن يعودوا إلى ليبيا. طيب. لنصنع طيب. ليبيا من جديد. لدي سؤال أخير وسألوني به. أرجوك. أي أبسط تحدي للحكومة هو دخولها، لكن هل الحكومة هذه will be able to deliver؟ هل المحتجزين المهاجرين الملفات اللي المفروض خلال 60 يوم طيب. ان هي تعملها مش هتقدر. طيب. ولذلك هو دعينا ناخذ التفكير لا لازم سؤال يكون سؤال يا اهم افضل الحلول. دعينا ناخذ هذا السؤال، حلول موازيه ام لا؟ السؤال من السيد هشام السويسي. السيد هشام السويسي يس. هل ستظل الميليشيات هل ستظل الميليشيات المسلحه تسيطر على الاداره السياسيه للدوله الليبيه؟ هذا السؤال. والشق الثاني متاع السؤال، إلى متى سنظل لنحاكم أمراء الحرب أو أمراء الميليشيات؟ يعني خلاص يعني هذا تقوم مصالحهم ضد إقامة الدولة، مش بصالحهم إقامة الدولة. طيب نبدأ بالأستاذ غازي وأعود للدكتور جمعة. بشكل هذه أكبر من المشكلة في ليبيا الآن. مشكلة التنظيمات المسلحة هي نتيجة الأخطاء السابقة التي بدأت منذ بداية، وأعتقد بأنها ستستمر في أن تكون لاعب أساسي في إدارة السياسة الليبية. حتى الآن موجود مثلا لنفترض العقوبات التي فرضت بطريقة ما عن طريق الاتحاد الأوروبي، ليس الغرض منها هذه الشخصيات السياسية لأنها في حقيقتها ليست لديها السيطرة على الأرض. هناك هي الغرض منها هي إرسال رسالة إلى من وراءهم، من هذه الناشئات وهذه التنظيمات المسلحة التي بالفعل لديها القدرة على أن تجعل الواقع إما أفضل بطريقة أو بأخرى أو أن تجعله سيء. دعنا نسمع أستاذ. يعني هي ميليشيات وليست جيش وطني قلب علي وطنة، هذه تدفع لها بتخدمك، ما تدفع لهاش بتمشي لغيرك. فأعتقد يجب أن نتخلص من هذه الميليشيات ونبدأ بتأسيس الجيش الذي كان وسيحمي ليبيا. طيب دكتور جمعة تفضل في نفس النقطة، مسألة المجموعات المسلحة والميليشيات. الهدف في النهاية المفروض كل الليبيين يجتمعوا عليه أننا نصل إلى دولة مؤسسات بمفهوم الدولة الحديث، أن الدولة وحدها تحتكر استخدام القوة بالقانون وحمل السلاح وحيازة السلاح. هذا الهدف متى نصل إليه سيأخذ وقت، لن يكون في أسابيع أو في أشهر. قضية وجود 250 أو 300 ألف شاب يحملوا في السلاح ويأخذوا في فلوس من الدولة، هذه نتيجة قرار كارثي اتخذه المجلس الانتقالي فتمدد. طيب. وأصبح من 20,000 يحملوا السلاح إلى 800,000. لن نعالج هذا القرار الكارثي ونحله في سبيل. لابد أن نأخذ الوقت لأن نخرج من هذا الوضع وننتقل من التشكيلات المسلحة المدنية إلى جيش محترف. حسب طيب. الاتفاق السياسي ليس هناك أي ضمانات حقيقية وخطة واضحة عملية رصيدة لتفكيك. خليني اجيب لكم الاخر. احنا اليوم نتكلم على التدخل الدولي، المجتمع الدولي ايش دوره؟ لو المجتمع الدولي سيلعب نفس الدور ولن يستفيد من الدروس اللي في 2012 و2013 وحيعتمد على حكومة مركزية ضعيفة وهي دولة فاشلة بتعبير ليون بعد الحوار،
سنستمر في أزمة فوضى السلاح. نحتاج إلى تغيير المانديت صلاحية بعثة الأمم المتحدة لتواجه إشكالية السلاح. تفضل أنت بسرعة لو سمحت لأن الوقت ده. سؤالي للجميع عن العقد الاجتماعي اللي ممكن يجمع ليبيا اللي تفرقت للأسف. شنو وجهة نظركم من عمل لجنة الستين في ظل أن نحن كلنا عارفين أن ليبيا لم تتكون أساسا إلا بدستور استقلال متاح وممكن تنفيذه. طيب حسب وجهة نظري في هذه النقطة في عجالة الوقت دهما. طبعا بدأت كلامي أو ضمن كلامي كنت قلت جملة ولعل بالسؤالك نرجعه لها أن نحن حاليا في ليبيا في أزمة بناء دولة أو اللي أشرت لها أستاذة زهراء بناء الأمة الليبية ولسنا وللأسف انتقلنا للجانب الإجرائي وجانب الصراع السياسي ونسينا القاعدة الأساسية شن يجمعنا نحن كليبيين واللي هو سؤالك هذا مضمون سؤالك لأن نحن شن ملامح الدستور اللي ممكن يجمعنا كليبيين للأسف يعني حاليا في حالة التخبط ابتعدنا أكثر وأكثر من 2011 كنا ممكن أقرب للإجابة على هذا السؤال أو إدارة حوار ممكن يجاوب لنا على هذا السؤال. لا. هذا السؤال ما زال غير واضح وطالما نحن نحكو على هوية ليبية يبقى أصعب وأصعب أن نحن نجاوب عليه. أستاذ غازي في عجالة الوقت هذا سؤال مركزي وأساسي. أعتقد أن هناك أزمة في الوطن مفهوم الوطن ما هو الوطن بالنسبة ليبيا. الآن كثير من الناس يعتقد بأن الوطن هو شارعة أو قبيلة أو جهة أو حتى مثلا إقليمة وهذه أزمة أعتقد خلقتها ليست فقط أن مفهوم الوطن في الوعي الليبي لم ينضج ولكن أيضا تم تفتيته في خلال 40 عام من الحكم الدكتاتوري تم تفتيته في مرحلة معينة كنا في مرحلة معينة ليبيا بالفعل كان هناك إحساس وطني بأن هناك أمة ليبية زي ما قالت الأستاذة زهرة طيب. والآن نحتاج إلى بناء هذا الأمة الليبية لن تتكون إلا بإعطاء الكل حقه كمواطن في ليبيا الكل يجب أن يأخذ حقه كامل كمواطن ليبي وليس تفضيل جهة على طيب. جهة أستاذ زهراء أحد إشكاليات الكبرى الاتفاق السياسي أنه ربط العملية السياسية بالعملية الدستورية مرة أخرى 24 مارس انتهت فعندنا سنة كمان في إصرار من المجتمع وخلينا نقول صريحة فيها إصرار من المجتمع الدولي للابتعاد عن استعادة دستور الاستقلال طيب. في إصرار كبير جدا ان احنا نكون في مرحلة الملكية يعني. لا ما نتكلمش على عودة الملكية نتكلم على دستور الاستقلال لمرحلة انتقالية في طيب. إصرار منهم ان دائما نبنوا دستور جديد لما يكون تتعالج قضايا العسكرة الامور الاخرى اجابة اخيرة لو سمحت نحتاج نعم. في اقل من نصف دقيقة تفضل نعم نحن نحتاج بالتاكيد الى اعادة صياغة هويتنا كليبيين الى تغذية الحس الوطني والانتماء للوطن من جديد نحتاج الى عقد اجتماعي واضح نحتاج إلى دستور حديث وعصري يلبي مستقبل الأجيال الليبية القادمة للأسف مخرجات لجنة 60 اللي هي فعلا 46 وليس 60 الأمازيغ مش موجودين فيها التوارق والتبو انسحبوا منها طيب. 9 من أعضاء هذه اللجنة من المنطقة الغربية انسحبوا ما رشح من مسودة هذه اللجنة مشروع دستور كارثي جهوي وليس دستور ديمقراطي والاتفاق السياسي مبني متصل بها جمهورنا الحاضر معنا هنا أشكركم شكرا جزيلا ضيوفي الكرام أيضا أشكركم على تفضل بالحضور والمشاركة بفعالية جمهوري الحاضر عبر شاشات التلفزيون أشكركم أيضا على حسن متابعتكم تقبلوا تحياتي أنا رأفت بالخير كنت معكم من لندن في برنامج حوار مشترك إلى اللقاء